خفر السواحل الإيطالي أنقذ حوالي 200 مهاجر من البحر حسب وسائل الإعلام الإيطالية، فيما ذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن خفر السواحل رصد القارب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية أثناء اقترابه من جزيرة لامبيدوزا بجنوب إيطاليا. وحسب نفس المصدر ذاته أن القارب كان على متنه عشرات الأشخاص من جنوب إفريقيا، ولم تقدم وسائل الإعلام الإيطالية إلى حد الآن تفاصيل عن جنسية ركاب القارب الغارق. الضيق والاضطرار عوامل من بين أخرى تدفع هؤلاء الأشخاص للمخاطرة بحياتهم والخوض غمار الهجرة الغير الشرعية في قوارب مكتظة وغير آمنة بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.